نشرة الأخبار من أورينت نيوز، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين: تجدد المواجهات بين تنظيم الدولة وأجناد الشام في حي الزين بدمشق، وجيش الإسلام يعلن مقتل 25 عنصرا للتنظيم. والتنظيم يواصل معركة المفخخات، والثوار يعلنون ريف حلب الشمالي منطقة عسكرية. السلطات النمساوية تلقي القبض على مرتكبي جريمة قتل 71 سوريا داخل الشاحنة. وهنغاريا تبني سياجا من الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا.